يا رب. اللهم ها نحن في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، تجعل هذه الجمعة مليئة بالخيرات. اللهم نسألك الرحمة والمغفرة في هذه الجمعة وفي كل يوم من أيام شهر رمضان القادم يا رب. اللهم إني نسألك الرحمة والمغفرة في استقبال شهر رمضان المبارك وتوديع شهر شعبان. اللهم اكتب لنا أجر العبادات في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان. اللهم تقبل منا يا رب.